السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. بمناسبة شهر رمضان اليوم غنقدم لكم واحد الوصفة داخلة في إطار سلسلة اللي غندير لكم إن شاء الله اللي نقدروا شنو نقدروا نديروا بعجينة المسمن. غندير لكم واحد السلسلة كاملة خاصة غير بعجينة المسمن. نبدأ على بركة الله. اليوم غادي نديروا محينشات بالمسمن. محينشات غادي نعمروهم بالخضرة والطون. غادي نجيو ان شاء الله ليدين وغادي تجربهم ان شاء الله وردوا عليا. نبداو على بركه الله بالمقادير. بالنسبه للعجين غادي نحتاج تقريبا انا درت هنا نص كيلو ديال الفورس مع معلقه كبيره ديال سنيده، معلقه صغيره ديال الملح، وقبصه ديال خميره الحلوى، غير قبصه ماشي بزاف، وطبعا الماء باش غادي نعجن، ما بارد ماشي سخون، والزبده مخلطه مع الزيت، الزبده مذوبه مخلطه مع الزيت باش غادي نورق العجين. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج جوج خزوات محكوكين، قرعه محكوكه، نص فلفله مقصص، بصله مقصه، العطريه غنحتاج الملح، فلفله حمراء تحميره، الكمون، الابزار، هادو هادو كنسم بهم انا، اللي بغى يستغنى عليهم ونسم بربع المعدنوس ينسم. التعريه الصينيه، طون وزيتون مقصص، اللي بغى يستغنى على الطون عنده الكفته، اللي ما بغاش يدير كاع ويدير غير شويه ديال الكفته ولا شي حاجه باش ينسم، ما بغاش يديرها كاع يستغنى يديرها محينجات بالخضره، المهم على حسب اللي متوفر. انا غنسمهم بالطون وجبن موتزاريلا والزيتون كحل هذاك غير الزواق من الفوق. ندوز على بركة الله لطريقة التحضير. بسم الله، كناخد العجين ديالي الفورس، كندير ليه نزيد عليه الملح، خميرة الحلوة، قبصة ديال خميرة الحلوة ماشي بزاف، وكنبدا نزيد بسم الله الماء ونجمع العجين. كنستمر في اضافه الواح حتى كيتجمع ليا العجين. منين كيتجمع ليا العجين فحال هكا كندلكو واحد شويه، هانتوما كتشوفوا راه ما خصوش يكون قاصح وما خصوش يكون عاوتاني هكا، غادي نديرو فوق الطبله وغادي ندلكو واحد شويه تقريبا واحد 3 دقائق ونخليه يرتاح وندوز نصايب الحشوه. بعد ما كندلكو العجين كنغطيو عليه بلاستيك غذائي ونحطو على جنب يرتاح. هي عجينة المسمن يصح حتى تبدا يبادي ما في الاول، حيت جهد ما كترتاح، جهد ما كتجي، جهد ما كترتاح، جهد ما كتجي مزيانه في كتعطيك الطع وكتعاونك وكتجي النتيجه ديالها مزيانه في مسمنات داكشي. خليوها ترتاح وندوزو نصايبو الحشوه. ناخذو قميله كنديرو فيها شويه ديال الزيت، انا كنطيب بزيت زيتون، كل واحد يطيب باش ما يعجبو، ونزيدو على ديك البصله باش تقلل لينا والدبال، هي والفلفله. حيت هما اللي كيشدوا الوقت بزاف باش يدبالو. نخليهم يدبالو ونتلاقاو باش نخلي نغطي عليهم يدبالو، ومن بعد عاد باش نزيد المكونات اخرى. منين كدبل لينا البصله مع الفلفله كنزيدو القرعه وخيزو محكوكين وكنستمروا في التحريك ونغطاو عليهم حتى هما باش هذيك الخيزو والقرعه يفوقوا الماء ديالو وينسجموا مع داكشي عاد باش نزيدو العطور. بالنسبه للعطريه تبقى هي الاخرى باش كتبقى عاطيه داك الجهد ديالها.
الشعرية الصينية ديالي كنطلقها، الشعرية الصينية ديالي كنطلقها على جنب المسخون، كنزيد العطرية، كنزيد العطرية كيف قلت لكم وكنحرك، كندخل العطرية في هادشي، كنزيد عليه الشعرية الصينية وكنحرك، كنزيد هداك شوية ديال الفرماج اللي عندي مفكوك، كيف قلت لكم كل واحد يدير النوع اللي عنده. ونطفي البوطة، كنزيدو الثوم وهداك الزيتون المقصص اللي عندنا، وكنحركو كلشي، وهي الحشوة ديالنا واجدة، نخليوها تبرد شوية وندوزو نشكلو الحنشات ديالنا. كناخدو العجين ديالنا، هانتوما كتشوفو راه كيرتاح، وكنبدا نشكلو كويرات، كندهنو بالزبدة مخلطة مع الزيت، وكنبدا نديرو كويرات على حسب شكل واحد شحال بغا، مثلا بغا يدير محينشات كبار ولا غير صغيورين، ديرو كرات بحال هكا، نستمر بحال هكا حتى كنكمل العجين ديالي كامل. كناخدو كرة من العجين نحطوها هنايا، ندهنو بالزيت ونبداو كنطلقو فيها، هكا باش يبان ليكم مزيان. كناخد العمارة ديالي وكنطلقها هنايا بالجنب، كتشوفوا وكنبدا كنلوي عليها هكا، حتى كنكمل اللويان وكنجيبها هنا وكنحطها على جنب، حتى كندير جوج ولا ثلاثة عاد باش كنبدا نشكل، عاد باش كنبدا نلوي هادي كتكون طلقات لي شوية عطاتني الطول. دابا كنحطو، كناخد هديك اللولة راه كتكون طلقات ليا، كنخدها هكا بيديا وكنبدا كنلوي عادي، هي فيها الزبدة راه كتبدا كتير، كنكون على هاد الشكل ونحطها في لاطا، وكذلك الأخرى كندخل الحشوة اللي كتكون خرجت ليا. ونبدا كنلوي، ونبدا كنلوي هكا، هاد دائما هادي كنديرها من التحت وكيجيوها كنحيشات. هكا باش كضمني راه العمارة كلها مشات ليا فيها كامل. هكا
هكا. نستمر في حالك حتى نكمل العجين كامل اللي عندي ونتلاقاو. منين كنكمل الكمية ديالي كلها كنضغط عليهم هكا غير واحد شوية، وكنكون درت الفران كيسخن. هكا شوية راه مازال غادي تقاد، وكنسد عليها بزيتونة على الشكل. اللي ما بغاش يدير هادي ما يديرهاش. بزيتونة كناخد بيضة مطربة وكندهن الوجه ديالها. عندي بيضة مطربة مع واحد القطرة ديال الخل، كندهن الوجه ديالهم كاملين بحال هكا. وكرش عليهم بحال هكا سوا الحبة السوداء، بابو اللي عنده ما عندوش يدير جنجلان. انا كيعجبوني بجوج كيعطيو واحد المنظر زوين. نكمل بحال هكا الدهن ديالي وندخلهم الفران سخن على 180 درجة، او لا اللي عنده فران ديال الغاز يدير على عافية مهيلة حتى يطيبو، ويقلبهم من تحت يلقاهم بداو كيتحمرو يشعل عليهم من الفوق باش يتحمرو من الفوق، ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. المحينشات ديالنا هما هادو بعد ما خرجناهم من الفرن. هانتوما كيف كتشوفو كيجيو مقرمليين معمرقين بالزبدة والزيت، كيجيو رائعين. كنتمنى الوصفة ديالهم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تضغطوا على جيم واشتركوا معايا في القناة ديالي الا كانت هذه اول مشاهدة لكم للقناة، باش تبقاو توصلوا بكل جديد. ورمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم.